آدمي، فلا يصح اعتبار الأمرين جميعا في مسمى الأصول. يعني هكذا دلته إجماع لكي. أصولية يوهم الدين على التسليم أيضا لا شيء نتوقع إلى محلنا، وحصل أن سلمنا ما صار إليه نقول إنما صار منه وهو التفصيلية، إنما توقف الإقرار وقد قد وافق المحشي أول وهو مبني الفرع. قيل إنه عائد للتفصيلية وتفصيلية الطبع دي سنية ويوان إزنية وعلى كيدا كينا سيئة جعفر على أن توقفها يعني يو اعتراض بإزافة يو اعتراض أو تنزيل الكوان كدوانا نابه من الله كارك اشتباها ك صراعتك إلا وراك الدوء صراعتك غلطة شنك توقفي تفصيلي من حيث التفصيلة أو جار توقفي تفصيلي كان بصرصفات مجتهد من حيث الحصول من حيث المعرفة دنيا ولي إجمالي كان من حيث المعرفة أو قرتويتي تمام دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، بارك الله في مقاصدنا وفي مقاصدكم. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقه أوكتي أصول الفقه أويا ساكا أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها أو أصول الفقه ونيا أو جار فقه بلا دل فقه فلان بعنوان أو شو المضاف إليه كيف فقه شو المضاف إليه أصول الفقه بويا تفسير فقه توضيح فقه جدارك فقه بلا دل فقه علم بأحكام شرعي أو أحكام عنك مأخوذ لشرع في غبري صلى الله عليه وسلم، أحكام عملي أو أحكام عنك متعلق بكيفية عمل جاء عملي قلبي بيا عملي غير قلبي، علمك كمكتسب مكتسبة أو علم لدلائل تفصيلي أحكاما، علم بأحكام كو علم ورجلا ومكتسب لا دلائل تفصيلي أحكام كان. والحكم كتاب الله. كتاب الله. علمك مكتسب يا قرآن. علمك مكتسب. المكتسب. صفتي علمك يا العلم المكتسب، العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية. علم بأحكام، علم بجميع أي بجميع النسب التامة. علم بجميع أحكام. أو جميعي لألب لا مكي ورقرتو لجمعو لألب لا مكي تاكاكا وانيش يدقيني عمومية يدقيني تاك علم بجميع أحكام. حكم يجمع معنا نسبتي تامي خبرية حكم بويدلان، حكم نسبتي تامي خبري بيدلان حكم. علم بجميع أو نسبة تامانة أما نسبي تامي شرعي أي المأخوذة من الشرع، من الشرع المبعوث به النبي. أحكام علم بجميع أحكام نسبي تامي مأخوذ لو شرع معهود كشرع مبعوث به النبي الكريم، منظور النقل مطلق الشرع بفقه إسلامي دلا فقه. فقه علم بأحكام شكا وأحكامنا مأخوذ لو شرعي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبعوث بتبليغي أو شرعي وراقاندني أو شرعي. أحكام عملي أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره. أحكام عملي دم قابل أحكام علمية أحكام عقيدة دايا. أحكام عملي وتأحكام شيك متعلقا بكيفية عمل زاخوا عملك عملي قلبي بي يا عملي غير قلبي بي عمل بي بأعزاء تاكا كالعلم مثال مثالي علمي بلا عملي علمي متعلق بعمل قلبي وغير قلبي كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وكو علم بويك نية دا دزنجة دا واجبة.
علم بوي نيت ينان عملي شي قلبيها، علم بوي كنيت ينان دز نجدا واجبها، علم بوي كأن الوتر مندوب أوج عملي شي غير قلبي عملي شي جارحيها وتر، وياتي كلا لقلب ولا جوارح وبهالحال جارحي دقلا ويتر كردن. إيش كان هادو شهر متعلق بعمل، إيش كان متعلقة بعملي قلبي أو ديك متعلقة بعملي بوجوارح. المكتسب ذلك العلم يعني صفتي وياه، وذلك العلم كي هنا وتوار صفتي العلم وياه. العلم علم بجميع أحكام كعلم مكتسب لأدلة أحكام كان، أدلة تفصيلية أحكام كان، أدلتها التفصيلية أي من الأدلة التفصيلية للأحكام وتهايك بو أحكام لشتوى لأدلة تفصيلية أحكام. فخرج في تفصيل تعريف كيد ذا، فخرج بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات والصفات كتصور الإنسان والبياض، وبقيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وأن النار محرقة، وبقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية العلمية أي الاعتقادية كالعلم بأن الله تعالى واحد وأنه يرى في الآخرة، وبقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر، وبقيد التفصيلية العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي، أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه. دل خارج بقيد أحكام، دل فقه علم بأحكام، خارج بعلم بغير أحكام، غير أحكام تبت زوات وصفات، وكو علم بزوات غير أحكام زوات وصفاته غير نسبة يا ذاته يا صفته، وكو تصوري إنساني تصوري بيالي، أو علم بإنساني كذاته يا علم ببيالي كفلانا، وعلم بأحكام نهي خارج ببقيد شرعي، علم بأحكام ناشرعي وإحكام غير مأخوذ للشرع، وكو دبت أحكام عقلي وحسي، وكو علم بوي كواحد نسبي اثنين أو ونيا اشتيكي عقلية ونيا حكمي عقلية بلا. يا علم بوي كنار محرقة اشتيكي حسية بلا. أو زار خارج ببقيدي عملي عملي بلا. علم بأحكامي علمي وات أحكامي اعتقادي، وكو علم بوي الله واحدة علم بمسائل اعتقادي، وأنا فيها نال انفقه استلاح بوي نال انفقه. أكل علمي بأن الله واحد، وكو علم بويك الله تعالى واحدة وأن الله تعالى يرى في الآخرة مثلا، أو اعتقادنا بلا. وبقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي بما ذكر، خارج هو بقيد مكتسب علم الله تعالى، علم حضرت جبريل عليهما السلام وعلى نبينا عليه وعلى نبينا السلام وفي غنبر صلى الله عليه وسلم، علم أوانا بأحكامي شرعي عملي بينا كتر فقه شن مكتسبني بلد. مكتسبني لا أدلة مكتسبنا بينا لن فقه نعلم الله فقه نعلم جبريل نعلم نبي، علم الله تعالى علم حصولي علم اكتسابيني، علم جبريل ونبي علم اكتسابي أما مكتسبني لا أدلة راسته وخوة أولى خداي تبارك وتعالى ورقته ويجل جبريلي ورقته هادو كان لالله تعالى أن ورقته ببي واسطة اكتساب لا أدلة تمام بلا. وأما علم جبريل فهو بخلق علم ضروري، خلق علم ضروري تذكره، وكذا علم النبي بوصله وحيه تمام بلا. أو ده صورة كذاك اختلاف هذا وذاك في غنبر صلى الله عليه وسلم اجتهادي كردو نكردو حق اجتهادي هب ونبو إذا حق اجتهادي كردو اجتهادي بعض اشتيش اكتساب كبير اجتهادي وبعض بيدل فقه أي أو ما دام مكتسب بلا أدلة يبيغنبرج بها البيضان الفقه
ولي أم واردة ولا مختلف فيها ثانيا نادرة ساكا تمام بلى بقيدي تفصيلي خارج وعلم با أحكامي شرعي عمليتي كمكتسبة أما مكتسبني لأدلة مكتسبة لأدلة تفصيلي مكتسبة لدليل كلي لدليل عام ونيا مكتسبة بوكابرة خلافي بوكسيد لنكا يأخذ من المجتهد بدليل غير خاص بدليل إجمالي مثلا يقول الإمام مالك لابن قاسم شاكا الدلك في الوضوء واجب لوجود المقتلي أبي شرواد الله شافعي بمزنيد الله الدلك واجبني تنك منافيه منافي وجوبه كابراي خلافيش أواد الله يعني كابراي خلافي أو يأخذ الحكم من المجتهدي بدليل عام بدليل إجمالي بدليل خاص حكم كيوش علم كيوش مكتسبة أما مكتسبة لدليل عام مكتسبني لدليل خاص دل فلانش تا واجبة شنك مختزي وجوبها يا فلانش تا واجبني شنك منافي وجوبها يا أو مقتزي وجوبها يا دليل عام دليل تفصيلين يا خارج بو بقيد تفصيلي أو علمي كمكتسبة بشخص خلافي تاكا وشخص خلافي مكتسبة لوجود مقتلي على وجود النافي كدليل إجمالي أو أنا مقتلي ونافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ككبر خلافي إثبات دكا بوسيلي مقتلي كي بوسيلي نافي كي إثبات دكا شتيجي كأخذ دكا لفقيه كي بؤد مقابلة دكا الخصم دا ليحفظه عن إبطال خصمه بو حفظ مكالي إبطال لا لا لإبطال خصمك إذا مالي كي دقال شافعي بحسي دكا دلا أو دلا الدل دازنوج دا واجبها شنك مقتزي وجوبها أو يج دلا دل واجبني شن منافي وجوبها أو كبيكوا بحسي دكا نبحث كان برأساسي اجتهادي مجتهد كيانا ديار العلميان هي بحكم شرعي كي ومكتسبي شبوان ولي مكتسبة لدليل إجمالي وعام مكتسبني لدليل تفصيلي مكتسبة لوجود مقتضي مكتسبة لوجود نافي فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتلي أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه مثلا علمي إيوي فتفصيل ما دام علمي خارج بو كوابو علمي إيكابرا خلافي مثلا بوجوب النية دادز نجدا لبروي مقتضي هي بوجوب يعني باستنادي أويد الواجبة يا علمي بعدم وجوب نوجي وتر تاك كشافعي وادلا لبروي نافيه بو وجوبه يعني بو استنادي وادلا او ليس من الفقه او علما فقه نيتم كمكتسب لدليل تفصيلين وعبروا عن الفقه هنا بالعلم وان كانت لظنية ادلته ظنا كما سياتي التعبير عنه في كتاب الاجتهاد لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم ده تعريف فقه دا كتيان علم هاتسن فقه بابا هو نوعي علمكي ده تعريف فقه دا نقول إذا موضوع كموضوع آيك فقهيني بحسي وجوب وعدم وجوب وانا خونا على موضوع بين علم فقه أو زانستا بين علم فقه زانستي ما جاي خوفي نعلن فقه قبول ويبا ما نعلن فقه أي علامة إيواني شعر لقرى بينا علامة وعبروا عن الفقه هنا بالعلم وإن كان للظنية أدلته ظنا كما سيأتي التعبير عنه في كتاب الاجتهاد لأنه ظن المجتهد الذي هو لقوته قريب من العلم تعبيرا ديردا يعني دا تعريفي إي فقهي دا تعبيرا لفقه دا وتوب علم كتو أنا الفقه العلم بالأحكام هرسا فقه لبروي دلائل كان يظنين
ظنا تاكا فقه لبر أوي دلائل كان ظنين ظنا في يقينيا كما سيأتي التعبير عنه كما سيأتي التعبير به عنه به عنه هروك لو بدوادي تعبير بظن عنه لبري فقه بعد كتاب اجتهاد دا تاكا دا كتاب اجتهاد دا لبدا تعبير بظن دا كريتا ولير تعبير بعلم كراوتا علم بيقين دلن تاكا دا صورتي جدا فقه دلائل كاني ظنين تاكا أكثر ظنيا أقاها قد عيشي تيش دابي كما تعبيري أن لفق ظني يعني ظني الدلالة منظر له أنك ظني كاريب ظني المتن ينيا دلالتك عن ظني تعبيري أن دعوت لبري فقه بعلم هرشان فقه ظني لبروي دلائل كان ظني هروكو لوجه بدوادي تعبير دانا وبظن لبري فقه دا كتاب اجتهاد دا بويا تعبيريان بعلم دعوته ولا بني فقه دير دا التعريفي اي فقه دا شنك لأنه ظن المجتهدين تاكا شنك يعني دا مقدمة يواني شداك باسي فقهان كدو تعبيريان بعلم دعوته ودنا دا بحث اجتهاد اجدا باسي فقه دا نالا علم دا ظن مجتهدين شنك بويا تعبيريان بعلم دعوته شنك ظن جبه ظن مجتهدين كالبر قوتك قريبة من العلم لبر قوتي بعلم تعبير كلتو علمين ظنش قريب ليقينا وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافي قول مالك من أكابر الفقهاء في 36 مسألة من 40 سئل عنها لا أدري لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم على مثل هذا التهيئ شائع عرفا يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل بل إنه متهيئ لذلك أو كتمان مراد بأحكام جميع أحكامه ونيا وهر مرادج أويا شوك الأبلامك الأبلام جنس وشو تسر جمع وجمع محلى بألبلام عمومية دقيني بوني مراد بأحكام مراد جميع أحكام به منافاتي دقل أويني دقل أوي كمراد جميع أحكام به قولي إمام مالك كجزء بزرقاني فقهايا باتفاق قولي ويدا دا سيو شج مسألة لتسل مسألة دا كلي برسرا وش المسألة دا سيو شج عندا كتلا أدري تاكا بصور جا فقه بو شونه تو دلي فقه علم بجميع أحكام أو لتسلاسي وشدسي وششان دا كتوتي لا أدري طلع أو قوليوي منافاتي نيدا قال أوي كمراد جميع أحكام به شنك إمام مالك متهيئ وآماد بو علم بأحكامي أو تشلانا مثلا بفكر لي كرنوو أو أنا دوبارة فكر لي كرنوو بسداتو نوو مكاني هم يعني هيبوا خلاصة تهيئي هيبوا شاك آماده جيه هو إطلاق علم بصر أو تهيؤ أيدا شائع عرفا دلت شون بأتو بآماده جيه بو علم دلي علم شون آماده جيه أو مجازة بأتو بآماده جيه بو علمي بلي علم دلت مجاز يجبه مجاز يجي شائع مجاز شائع دا تعاريفا دا إشكالينيا إطلاق علم بصر أو نوع تهيؤ أيدا تهيؤ يجي قريب لتحقق تاكا شائع عرفا مثلا دلان فلان كز يعلم النحو منظوري جواني كجميع مسائلك الآن حاضر دا ذهني ودا على التفصيل بلكو منظوري أن لوية متهيئة بو أوشن بتهيئي من بلان نابية تنك تهيئي شي دولة ولي تهيئي وي تهيئي شي قريب لتحققة إطلاقي علم بصر أو تهيئ بو علم إذا أو تهيئ قريب لتحققة شائع عرفا إشكاليني دا تعاريف دا استفادة لمجازي واكردن تمام؟ فز الفقه العلم بالأحكام يعني التهيؤ التام للعلم بالأحكام مراد أو يبقى تمام؟ بلى. وما قيل من أن الأحكام الشرعية قيد واحد جمع الحكم الشرعي المعرف بخطاب الله الآتي فخلاف الظاهري وإن آل إلى ما تقدم في شرح كونهما قيدين كما لا يخفى
دل بعض كتيانا الأحكام الشرعية يقيد واحدة لما كل ما ندو قيد أحكام ما كده قيدك شرعية ما كده قيدك عنوان قيد واحد توضيح ما ده دل بعض كتيانا أحكام الشرعي ويقرأ قيدش واحدة وجمع حكم شرعي شيء كلوي بدوا تعريف ذكر دلائل حكم شرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف أو حكم وانك حكم شرعي أو حكم منزول كذا أحكام شرعي والحاصل يقيده دلاء وخلاف ظاهرة ونيا ظاهر أو اعتباري هل يقلو أنا بقيدي على حيدة بكرية ونيا دي أوجار كانية بلا الشرعية بزيادة درجية شاكا العملية بزيادة درجية سنو الحكم الشرعي أو حكم كذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف دي بلا أجا أو بيع تقيدي بشرعية لازمني تقيدي بعملية لازمني تقيدي بو بعملية لازمني كتاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف فرقيتش قضيته أن اللازم على جعل قيدا واحدا وخلف ذلك القيد لأن الظاهرة اعتبارك كان على حدة مع أنه يلزم عليه حينئذ استدراك قوله الشرعية وقوله العملية خارج نابي زيادة درناسي الشرعية وكب زيادة درناسي لنا عملية كب زيادة درناسي شنو حكمك خطاب الله شامل حالي عقائدي شفرغناك وللشرعية كب زيادة درناسي أقل قيدي بي أقل قيدي واحد بي جمع حكم أو حكم بكذا دواء هذا تعريف لك لدلين حكم خطاب الله بخطاب الله بونا كي شرعيك بزيادة درسي أي تمام؟ أقربي كينا دو قيد أقربي كينا يق قيد أولتي الشرعية تدوك دواء هكبر تاكا الفقه العلم بالأحكام بالأحكام العملية لازم نوبلي أحكام الشرعي شنك جمعي بي أو بو خوي شرعي بوني دزي من خوي داهايا تاكا خلاف ظاهرة دو قيد بكرة قيدك ويك عيبة شدي كش أو قيدة بزيادة دردتي كأنه أو ظاهرة كي أو يهر أو اعتراضي لسرك خلاف ظاهرة بيدا صورة إشكال شدي كش واردة أو جوا أو قيدة بزيادة دردتي فاز أو قصيك كترا وأحكام شرعية قيد واحدة وجمع حكم شرعية أو حكم شرعي كتعريف ذكرية بخطاب الله خطاب الله يشيك لو يبدو هذه تاكا جمع الحكم الشرعي الآتي أو آتي صفة حكمك يا جمع حكم الشرعية حكم الشرعي يشيك تعريف ذكري بخطاب الله أو حكمي الآتي دو هذه نخطاب الله كآتيا حكم الشرعي كي كمعرف بوي آتيا خلاف ظاهرة هرچان دقرت وسر سر أوي كأقدو قيد بي هرچان آل إلى ما تقدم شاك هرچان دقارت وصر اويكا او توزيحاتيكا رابرا دا شرحي اويداك دو قيد بن لنظر معنا ويعني فرقناكا شنو قلتل احكام شرعي يعني او خطاب الله يانا دي فقه باهو بي هرد بيت ايك منتهال مشكلكي وخلافي ظاهرة تمام كما لا يخفى شاكا بو آلكينيا بلكو خلافي ظاهرة كما لا يخفى يا خلافي ظاهرة كما لا يخفى هردوشان هر لا يخفى هم خلاف ظاهرة كما لا يخفى هم آلكي كما لا يخفى قرانا وكشي هر واضحة تاك خلاف ظاهر بونا كشي هر واضحة تمام والحكم خطاب الله أو يكن آتيك أو والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف حكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي أخرى يعني شنو مقسل مقدمات عندك عند مقدمات عند استلاحات جيك أوان بكاري دبن أما قسيل يدكين شاكا يقلو استلاحاتني بكاري دبن
كامل بالتوضيح بين دي مقدمات موضوع حكمها او انظر جار اندلن حكم هي نيه دغلتي انا حكم بشي دغل تاكا حتى احكام شرعي كش هردبي و و و توجيه بكين كحكم شرعي يشكلوا اصطلاحاتان كوان بكاري دبن بزين بشي دغلن بلا باسي فقه هذا كان بشي دغلن فقه تمام بلا او اعتراضي شي دفيج دال سربو اويج او بوكا وقت يجي دغا بلا اصول الفقه اصول الفقه نيوا نيويك على مناكري خو نيويك على مناكري دروس اضافه تيدايا ولي بعنوان علم مطرحه بعنوان ترتيبي اضافي بوما مطرح ما نكد وتابعين الزكاني شي كاين وكاصول بشي دلانو فقه بشي دلانو مجبور بين لو بابته وتعريف فقه كاين ولي جوابك اوين ناهر فقه هجوك وحكم شرعي جزء او اصطلاحاتان كاصولي بكاري دبي بزاين بشي دلان فقه كما ان شي دبي بزاين بشي دلان حكم تمام هو جوابي ويشا حكمي كمتعارفه بين اصوليان دا وقسيلي ركن تاكا متعارفه باثبات جاري وهايا بنفي جاري وهايا مثلا دلن قبل شرع حكم وجودي بعد شرع حكم وجودي ديو زين حكم بشي دلن تمام حكم عباره لابي خطاب الله وتكلام نفسي الله تعالى كلام نفسي مقابل كلام لفظي او بشي دره بلا كلامي نفسي أزلي شاكا كلامي نفسي أزلي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح كما يأتي حكم خطاب الله واتا كلامي نفسي أزلي الله تعالى كمسمى أو كلام نفسي أزلي بخطاب شاكا مسمى بخطاب حقيقة نش مسمى شاكا حقيقة مسمى نقب مجاز مسمى به حقيقة مسمى على القول الأصح كدي على القول الأصح أو كلام نفسي أزليا شاكا منزول خطاب الله أويا جاء خطاب الله ديار بو كلام نفسي أزلي كتو خطاب الله أو كلام نفسي أزلي كبيد كتو خطاب الله مسمى بخطاب أو تسمية جي حقيقية تسمية مجازية هندك دلن تسمية مجازية ساكا بو اعتباري في دلن خطاب تند آيان دار بيت خطاب أو كلام النفس أزلية وقت شي كبشر بوجود هاتو في غنبر هاتو عالم بعالم يكتران يجب كن رجوان بقرنا وقت دبيت خطاب أو وقت خطاب بونكي محقق دبي وتسمية كي باعتبار أو وقت تسمية كي مجازة والحاصل أوش دلنا مسمايا دا أزل دا تشاكا دا أزل دا مسمايا بخطاب وأو تسمية في الأزلي تسمية جي مجازينيا تسمية جي حقيقية على القول الأصح أزل أويا تشاكا أزل بسراغازي أزل أيدي وكو كلام الله دا كتير دا أزل دا كلام الله بوا دا أزلش دا خطاب بوا شاكا كما انشي دا آياندش دا كلاما اقهاد دا قالبي كلامو قفتاروا اقهاد دا قالبي خطابوا كبيدالن مقابلي ازل بيدالن ما لا يزال دا ما لا يزالش دا كلامو خطابا دا ازلش دا كلامو خطابا جا او خطابو نكي مخصوصا زور برجستيا شون خطاب دا بي مخاطبي هبه جا او زاد بيتا خطاب دا ازلش دا مخاطبه وجوديني هتا وكو بيبلي خطاب أبيش دلنا يكوابو تسمية كمجازة يعني باعتبار آيان دا بيدلي خطاب دلنا مسمايا بخطاب هر دا أزلج دا مسمايا بويو تسمية كشي تسمية كشي حقيقة على القول الأصح تسمية كشي مجازينيا جاء أو مسمابون با دا أزل دا بخطابة لبر أوي مخاطبة معدومة كان نازلة ومنزلة موجودة كراون أو مخاطباني كموجود نين يستا نازل ومنزلي موجودي كراون جاء وجار كترا وخطاب ده حقا ده مجازي كي تدايا أما مجاز ده تسمية كي دانيا مجاز ده ويدايا كمخاطبة معدومة كان نازل ومنزلي موجودي كراون نازل ومنزلة كردن فاكا
نوعك شتي نواقعي واقعي كردنا ولي وربتي بإطلاقي لفظ زوانيا شاكا يعني أو تنزيل كارشي خارج لو تسميه أتو مخاطبشي كوجوديني واد دانا وموجودة واد دانا وموجودة نا موجود بموجود دانان يقين حقيقة دنيا أوا ونيا نا موجود بموجود دانان ونيا نوعك تجاوزا أما تجاوز با بوكاري نالن تجاوز بإطلاقي ألفاظ دالن ونيا شتي كي كموجود نيتو بموجود الداناوة كبموجود الداناوة أو جار خطاب البصر دا نا أو جار بموجود الداناوة وأو كلامي كدا عند دا بوي دكتور بو كلامت كتو خطاب بو كلامت كتو خطاب نق دا عند دا بيدا خطاب هر الآن خطابة شنك أو معدومة نازلو منزلي موجودي كراو والحاصل تسميك تسمية حقيقية مجازيني وكو اويني با بتري الله خمر باعتبار ما يكون شن ده ما يكون ده بيت خمر نخير هل او وقتي هذا ازل ده خطابه دي اخ خو مخاطب يعني هتا خطاب بيه ده لين مخاطب هيا او مخاطب معدومان نازل مزوي موجود يكراو تمام تمام بلا. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف خطاب جيكا ربتي بفعل مكلف وهي منظور لمكلف اي البالغ العاقلي مكلف وتبالغ عقل تاكا متعلق شاء بدون تعلق تعلقك قبل الوجود بعد الوجود تاكا تعلقك قبل الوجود تعلقي شي معنوية تعلقي معنوي تعلقي صلوحي بيدلا بعد الوجود تعلقي شي تنجيزي المتعلق بفعل المكلف تعلقا معنويا قبل وجوده كما سيأتي وتنجيزيا بعد وجوده وبعد بعد وجوده وبعد الواو ليا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي حكمي كمتعلقة بفعل مكلفي متعلقة بتعلقي شي معنوي بيجوي كمكلفك وجودي بيدابك وكلوي بدواديك تعلقي حكم قبل وجودي كابري مكلف شاكا قبل وجودي بصفاتي تكليفية تعلقي شي معنوية شاكا أو تعلقي شي تنجيزي وبالفعل دواي وجودي مكلفكي بشرائطي تكليفية دواي أويك بشرائطي تكليفية ووجودي بيدا كردو شاكا وبعد البعثة حتى وجوديش بيدا بكاهتاوك بعثتك النبي هرنا تعلقكي نابت التعلقي تنجيزي تعلقكي معنوية قبل الوجود وتنجيزية بعد الوجود وبعد البعثة شاكا بو تنجيز بونكي بعد الوجود وبعد البعثة إذ لا حكم قبلها شنك حكم قبل البعثة الوجودينية وقلوي بدوادية قبل البعثة حكم وجودينية وتحكم وجودينية ده حقا ده نفي تعلق تنجيزية كيتي يعني حكمك تعلق تنجيزية كيني دنا تعلق معنوية صلوحي كي هره وكوي كابلا دادلق ويدادلا شاكا أجا كريكم بو في دلم أوابك أو تعلق تعلق شيء معنوي أجا كر في دابو عملا في كل وابك أو بو بتنجزي ما. حكم خطاب الله كلامي نفسي وفلان وكتمان. جاخ حكم خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث إنه مكلف تعلقك لو جهته وكمكلفة. تعلق لو نوعية من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة شاكا يا ملزم ما فيه كلفة فرغناك كما يعلم مما سيأتي لو حيثته وكمكلفة واتم ملزم بشتيشي كأشت كلفة سختي تدايا وكلوي بدوات دزدان دريك كما زول لمكلف بوني دم شاكا ملاحظي أوي تدايا كمكلفة يعني ملزم بكاريشي ككلفة تدايا فتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره والقولية وغيره والكفة تاكا والمكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد والمتعلقة بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها
كالأول الظاهر فإنه لولا وجود التكليف لم يوجدا. ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف؟ ألا خطاب الله ومن هي متعلق نيب فعل مكلف شاكا متعلق بعثي آسمان لك بعثي بهشت لك. خطاب الله متعلق نيب فعل مكلف هي متعلقة بفعل مكلف. أما لو لحازي ومتعلق نيب كمكلفة كمكلفة ملزم كراوة بشتشي دفرمي موسى وايكود أبيدي كوايكر ونيا متعلقة بفعل مكلف شو مدين يا موسى شاكا شوبوا شواني حضرت الشعيب عليهما السلام متعلقة بفعل مكلف. أما أن لو جيته وكمكلف وكملزم به بشتيشي بويد لن خطاب كمتعلق بفعل مكلف وتعلق كشي لو حيثيته وكمكلف كملزمة شاكا ونيا أو مكلف دعاء مكلف لغوي منظورة شاكا نابتة وعنيك بإسلاء إبهام لتعريف كذا متعلقة بفعل مكلف مكلف إصطلاحي منظور اللي بدأت أي البالغ العاقل أو مكلف معناه شدي كيها من حيث إنه بالغ عاقلي منظور نيا بل من حيث إنه مكلف لغوي منظورة من حيث إنه ملزم بشتيشي ككلفتي تدا هربك لو يبدو دزاندري لما سيأتي كمنظور بمكلفي أو شتيا وبوه مكلف بيدلا مكلف شن ملزم كراوة بشتيجي ككلفتي تدا دلا أو تعريفة في تفصيلة شامل فعل قلبية تاكا فتناول الفعل القلبية الاعتقادية وغيره ويا الاعتقاد ينقوش هاي أنا اعتقادية ها؟ اعتقادية وغيره تاكا والقلبية وغيره شامل فعل قلبي وقولية قلبي كاعتقادي ونا اعتقادي قلبي اعتقادي قلبينا اعتقادي قلبي اعتقادي وكو ونيا وكو إيمان هنا قلبينا اعتقادي وكو نيت هنا قلبي اعتقادي ونا اعتقادي وشامل فعل قوليشا تاكا قوليشا وغير قوليش فعلش كبزارح ذكريا شو كفعل بمطلق كتاب فعل مكلف ما دام مطلقة شاملة هم أو أفعال النبي بلى أو جار كانية فتناول يعني ونيا فتناول تعريفك واتا كلمة فعلك ده تعريفك إذا تعريفك شاملة أو يا تعريفك يعني باع نهاية بو كلمة واتا أو كلمة ده تعريف إذا شاملة أو يا أو جار تعريفك شاملة كفيشة فتناول الفعل والكفة وعده وسبه شامل كفيشة تاكا تنك كفش الفعل كف خداري كردن مثلا بيشيش دلو لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو أشهر متعلقة بفعل عدم قتلش فعلا تنك أو عدم قتلك تكليف بكرا وكف لفعلك خداري كردن خداري كردن شهر فعلا غير أو فعل متعارفة ولهر فعلا تنك عدم فعل تكليف تعلق بعدم وناقري تكليف الله تعالى هل تعلق بفعلي وناقري جاء فعل فعلي متعارف بك خلق بفعلي دناسي يا فعلنا متعارف شاك دنهي عند فعلك فعلنا متعارف عند مكلف به دنهي عند كف لكارك ككفش فعلا شاملي فعليش يكفيش واتا فعلي متعارف بين الناس وكفدنا هلو جاهر فعل أو خلاف مقابل فعلين يا مقابل فعلي متعارف قوتيا تاكا نقم مخالف فعلي واقعي بيو بلاي واعت فكرة وصر فعلي شون فعل فعليش ونا فعليش نقريتوا تمام؟ بلا خدا توجيه ملا؟ بلا موسيقى أو زار شاملي مكلف واحد يشو غير واحد شاكا مكلف واحد وكو بيغنبر صلى الله عليه وسلم لو اشتان داك خاص يخوي بو تلا واجبات تلا محرمات تلا مباحات ونيا تلا مكروهات ونيا شون دغا يتعلق بفعل المكلف يخونا الله مكلف كزوريا كم جنسي مكلف منزوري شاكا بس شاملي مكلف واحد يجدبه يبتر لواحد يجدبه والمتعلقة بأوجه التعلق الثلاثة تاك تعريفك شاملي خطابك كمتعلق به بهرسيك وجهي تعلق سيوجهي كتعلق دكريبي به تعلقي لنوعي
اقتلاع اقتلاع جازم لنوع اقتلاع غير جازم لنوع تأخير أحكام شرع دوانا أو سيانا يا اقتلاع جازم تدايا يا اقتلاع غير جازم تدايا يا تأخير تدايا خلاصة بتودو سيانا دا هس يق نوع تعلق عندك بتو دلا متعلق به خنارة شون متعلق به شون دلا شون متعلق به أما شون يتكي أوني أواني لخارجية لوقا كي مشخص كدو أما واي مشخص نكدو كأو أنا خارج بن دناكتو يتي تعلق كي من حيث إنه مكلف به ونيا تقييد كي تقييد جوا شامل حالي أو أنا دبي هم وجوه تعلق دقريتوا متعلق بهم وجه تعلق وجوه تعلق سلاسة وكبريتي لا اقتلاع درخاستي قطعي درخاستي كردن يا نكردني درخاستي غير جازم يكردن يا نكردني وشواران دقريتوا جازمك تحريم دقريتوا إيجابة دقريتها وغير جازمة كش كراهته ندبة دقريتها وتخيرة كش أوبين زكاة إيش دقريتها جابوا شاملي هم وجوه تعلق دبيت شو كحيسية تيجي كتعلق كيف مقيد كله أو حيسية تكلفة شاملي حالها ما دبيت لتناول حيسية التكليف للأخيرين منها كالأول الظاهري شو كحيسية تكليف شاملي اقتلاع غير جازم وتخيره كش دبي لو سيانا هبكو شاملي اول كي دبيو كشمول كشبو اي اول اشكرايا اي اقتلاع جازم بو اقتلاع كردني انا كردني مادام قطعي بو جزمي بو اختيارت بو كابريني سوا معلومة كل ملزم كردو بما فيه كلفة ولقسلوية اتوقع اقتلاع غير جازم اللي كرد اقتلاع غير جازم شو كا مجال ديالة أبو نكر دنيا أبو كر دنيا أو دوش ده هر إلزامي تداها يا أقا مخيرت كرد أو شر إلزامي تداها خود مخير كرد دنيا داهيز درخاص تكلية نكردو بيكايانيكا شون شاملي هم وجوه تعلق دبيا دلت شونك أو حيثية تكلفة دوكاني أخيرش ده قريتوا بوزا دوكان ده قريتوا دلت شونك أويش ببيا ويا تاكا شونك تخييركش هر لبر أويا من حيث إنه مكلفنا اقتلاع غير جازم كشهر من حيث أويا با اقتلاع غير جازم كشخصا بوخوي إلزامي تدان به ويا تخييرك إلزامي تدان به ولي وجودك من حيث أويدك شونك إلزامك هيا أويش هيا بس حيثية تكليف هر أويدا قريتوا فإنه بويا حيثية تكليف دوكان دواج دا قريتوا شونك لولا وجود التكليفين أجا تكليف نبا وات إلزام نبا تكليف بمعنى لغوي إلزام نبا أوانج ندب أوانج مجموعة كن ويقرا كدقل إلزام كي أوانج أوانج هن وأوانج بإلزام كي وهن تاكا فاز أجا داواي ليكرا ونوجي سنتيش بكاهر من حيث أوي داواي ليكرا وشوكا مكلفة بشتي واجب داواي ليكرا ومكروه هانج نكا أيش هل لو حيثيتي ويكا فلانا ساكا يا مخي تخيري كشايوا فاز شاملي دوكاني أخير جدبي شنك أقا تكليف نبا أوانج ندب يعني إلزام نبا نمنظوري لوايا تكليفي استلاحي أقا إلزام اشتوا أمانيا مثلا مخي سنة ببرامنا جنسي خوي فرزي نبي نا نا تكارد بو إجابة أخر هو أشتوى أنا أجيني بو خوشي إلزامي تدان بها تعلق كهر من حيث هو إلزام بوتو وجودي هي أي شو تعلق في القرآن مثال جلال من حيث هو ويكا نوجي لسر وازب كرامان لسر ويكا تكليفي لسر مطلقي وجوبي لسر مطلقي تحريمي لسر بلا وجودي أوانا تابعي تحريم إجابة كان شن تحريم إجابي لسر أو مستحب نشي لسر تمام بلا ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف أتنابني منتفين
اقتلاء وتخير اقتلاء كي دوايا اقتلاء ناجازي متخير منتفين قبل البعثة وكو تكليفك يعني إلزامك منتفيا قبل البعثة نا كأوان وجوديني أو وجود أو وجوديني أوان وجوديني بعد البعثة أوانهن أو يشن بس ويقران أوانه حيثيتك أوان يجريتو قسلوا حيثيتك بيجريتو تاكا ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما أو جهر أو خطابي كذا الخطاب الله لو أراك إذا فكرا ولا الله يفدوان بهر قرآن وتوراة وإنجيل يدقريتوا بلكو يدل عليه الكتاب سنتيش غيرهما جو دلائل دي كأحكام اللي ورد جيليا أوانيش دقريتوا شنك منظور مع لو خطابي الله بي يعني خطابي ببشته وصير الله تراسته خو إيوي بيت بالواسطة إيوي بفرقناك أي يعني اشتكي كبقياسي استنباد دقريتوا أيوش الوايا أيوش خطاب الله تاكا منظور لخطاب الله خطاب جيكا بنتشينوي بقرته وصير الله يو تاكا وكو بلا هذا أستاذي أو اختلافان سن مثلا كسيك بنا بأدلة اشتكي بواجب دزاني هيكي ديك بواجبي نازاني هر كيشان دو تعريفي دا دا قنجين هر كان دبنا خطاب الله خلو كان خطاب الله لو خطاب الله بعقيدي ويش خطاب الله بعقيدي ويش بعقيدي مشتهين خطاب الله نفس الأمر ما قوم نكتوا بلهم توزن شاكا وليهر بكار هنا نكبرك قرصة نهر هوائي وتم افتزالين وخرج بس خطاب مذكور وهي كتاب دلالتي لسردك كتاب عامي منظور شنو ما هر منظور ما هو أحكام إسلامية يعني ديني إسلامي ديانا كان ديشمان منظورة كتاب دلالتي لسردك سنة دلالتي لسردك وغيرهما وخرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وزوات المكلفين والجمادات كمدلول الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال خارج بفعل مكلفي خطاب الله متعلق بفعل مكلفي فصار خطاب الله متعلق النبي بفعل مكلفي خارج به خطاب الله كمتعلق بذات مكلفي وصفات مكلفي متعلقة بزوات مكلفا بزواتها النقبة فعليا متعلقة بجمادات وكو مدلول الله لا إله إلا هو أو متعلقة بذات الله تعالى بذاته يعني ذات الله خطاب متعلق بذات الله بصفات الله بزوات مكلفين تاكا بزوات بجمادات وكو مدلول الله لا إله إلا هو تاكا الله لا إله إلا هو متعلق بذات بذات الله خالق كل شيء متعلق بصفات خطاب الله كمتعلق بذات أي قسمتك أول يدك شر متعلق بصفات يا ولقد خلقناكم متعلق بزوات مكلفات باصي ويدك درستي كدون ويوم نسير الجبال متعلق بجمالات أو أنا همو خارج دبن لو يبيهم كتبي حكم حكمنين خطاب الله حكمنين تاكا وبما بعده خارج بو بما بعدك كمن حيث إنه مكلفنا ونيا مدلولي وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون خدا أنقوش خلق كدو عمل كانشو أوا متعلق بفعل مكلفي أوا وما تعملون متعلق بخطاب الله كمتعلق بفعل مكلفي بلام تعلق كيده وحيثيته ونيك مكلفة كمكلفة فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله تعالى متعلق بفعل لو جيته وكفعل كمخلوق الله تعالى تاكا ألي رباب أزبجا الله